مساء الخير كابتن ايمن، تحيات لحضرتك ولكل مشاهدي قناه النادي في كل مكان. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي، وعوده مره اخرى لمسابقه الدوري العام ومباراه الاهلي وانبي في اطار الجوله 29 من الدوري المصري الممتاز. يمكن النادي الاهلي بيعود بعد غياب طويل جدا للمنافسات المحليه بمباراه قويه جدا امام خصم قوي ومحترم هو فريق انبي، خاصه بعد تولي الجهاز الفني الجديد بقياده كابتن تامر مصطفى وطفره في النتائج والاداء عكس طبعا بدايه الفريق في الموسم هذا الموسم يعني في مسابقه الدوري العام. يمكن كابتن ايمن النادي الاهلي استعد بشكل اكثر من رائع لهذه المباراه، يمكن على طول بعد مباراه الترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا الفريق حصل على يوم واحد بس اجازه يوم السبت الماضي، ومن بعدها يوم الاحد والاثنين كانت تدريبات شاقه جدا لجميع اللاعبين في الفريق. طبعا ابرز يعني السمات اللي كانت مميزه لهذه التدريبات هي المحاضرات، سواء محاضرات الفيديو او المحاضرات النظريه لكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره والمستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، كلموا عن اهميه هذه المباراه واهميه الفصل ما بين دوري ابطال افريقيا ومسابقه الدوري العام واهميه هذه الثلاث مباريات، بدايه من مباراه اليوم امام انبي ومن بعدها طلائع الجيش وسيراميك كليوباترا وحسم مسابقه الدوري بشكل مبكر باذن الله للاستعداد المبكر للموسم القادم باذن الله. يمكن ثلاث مباريات في منتهى الصعوبه زي ما وصفها الجهاز الفني، لابد فيها من التركيز بنسبه 100%، غلق الملف الافريقي بشكل تام والاستعداد فقط للملف المحلي ومباراه الدوري الممتاز. يمكن الفريق اختتم تدريباته بالامس كابتن ايمن بتدريب قوي جدا كان ختامه بتقسيمه قويه جدا شارك فيها ثلاث فرق من اللاعبين، يمكن كان في منافسه كبيره جدا ما بين اللاعبين لحجز مكان اساسي في تشكيل المباراه الليله، ومن بعدها اصطحب الجهاز الفني مجموعه اللاعبين المختاره لاداء المباراه والمبيت في احد الفنادق القريبه جدا من استاد القاهره، يمكن ما بين الفندق وما بين استاد القاهره اقل من ثلث ساعه كابتن ايمن. الفريق مبكرا النهارده بدا يومه الفطار في الساعة 10 صباحا ومن بعدها فقرة الاكتيفيشن او فترة الاحماءات الخفيفة في فندق الاقامة هنا الساعة 11:30، يمكن كان في وجبة خفيفة بقى كده الساعة 2 نظرا طبعا لان المباراة بتقام في ساعة متأخرة يعني 9:30 مساء، الوجبة الرئيسية وجبة الغداء كانت في تمام 5:30 حالا دلوقتي وانا مع حضرتك. خلاص اللاعبين يعني اخر اللمسات الاخيرة والمحاضرة الفنية ولحظات وهنتحرك على استاد القاهرة ان شاء الله لملاقات انبي زي ما قلنا في الاسبوع 29 باذن الله، يعني كل السعادات على خير ما يرام، يتبقى فقط توفيق ربنا باذن الله ثم دعوات كل جمهور النادي الاهلي بالفوز وتحقيق ثلاث نقاط غاليه والوصول باذن الله للنقطه 56. يمكن كمان طاقم التحكيم النهارده كابتن ايمن، كابتن محمود بسيوني، كابتن محمد عبد المجيد مساعد اول، ماجد المليجي مساعد ثاني، صبح العمراوي حكم رابع، وعلى تقنيه الفار خالد الغندور وهشام الدسوقي. بنتمنى كمان التوفيق لطاقم التحكيم يقضوا مباراه كبيره يدوا كل فريق حقه ويكون التوفيق معاهم عشان تخرج المباراه بشكل اكثر من رائع، وان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق النهارده في ال 90 دقيقه باذن الله يضيف ثلاث نقاط جديده ليبقى النادي الاهلي دائما على الصداره ويبقى دائما رقم واحد. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق، وان شاء الله المكسب للاهلي باذن الله.